35 واللواء 92 متوجهة إلى مناطق التحشد شمال تكريت، وسيكون لها دور كبير في المعارك القادمة بمختلف الاتجاهات في اتجاهات الشرقيات واتجاهات الأخرى. تم التخطيط لها بشكل كبير من قبل العمليات المشتركة. هذه القوة التي شاهدتموها اليوم أعدت لها وزارة الدفاع عدة كبيرة خلال فترة، تم تدريبها بتدريب مستوى عالي جدا وجهزت بأحدث الأسلحة، وسيكون لها أثر كبير في حسم المعركة، وستتغير معادلة الحرب مع داعش بعد دخول هذه القوات إلى المعركة. قبل سنتين من هذا التاريخ كانت مع الأسف الشديد الجيش العراقي منهزم باتجاه بغداد، والآن متجه بالاتجاه المعاكس نحو المدن التي اغتصبها داعش، ونعاهد العراقيين بأننا سوف لن نترك إلا ونحرر كل شبر من أرض العراق. قدمنا نفذ العراق، والله أكبر، والله أكبر، والله نفذ الموصل ونحررها إن شاء الله على جيش العراق الباسل مع سيد الوزير الدفاع المحترم وعلى رأسي، وإن شاء الله تتحرر وندوسهم بحث من بساطينا. شلون معنوياتكم؟ معنوياتنا فول والحمد لله. إن شاء الله. الحمد لله، عشنا زين، شربنا زين، معنوياتنا زينة، ونفذ العراق إن شاء الله بالدم. هاي كنا أرواحنا، كنا للعراق. بارك الله فيك. عاش العراق. الشعب العراقي. أرواحنا بالدم.